مرحبا حبيبي، اليوم بتعمل انا وياكم سموذي صيفيه بتبورد على القلب وكتير كتير طيبه ورائعه. سموذي الفراوله كتير كتير طيبه بهالشوبات. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. اول شيء عندي فريز مطلج، كنت متلجيتهم بالفريزه، بدنا نحطهم بالخلاط. هلا انا بالخلاط رح اعير، حط كوب، اثنين، هذا كوب الثالث، ماي، كوب، اثنين، حطيت كوبين ماي، ضيف ملعقة طعم سكر. خلطناه هون، شايفين منا شكل هيدي سموذي اللي عملتها انا وياكم. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.